لو ما عندكم شواية في البيت أو الكانون ولا حتى القلاية الهوائية وما دايرين تولعوا البوتاجاز وتوسخوا البوتاجاز، الليلة أنا حوريكم سر الوصفة بتاعة ناندوس اللي هي ليمون جارليك اند هيرب في الفيليه بتاع الدجاج، وحنعمله في البانيني ميكر. عندي هنا أقل من 500 جرام أو هي قولوا نص كيلو من الفيليه حق الدجاج، ببشر عليه ليمونة صفرة كاملة. ممكن تستعملوا اللايم اللي هو الليمون الأخضر، بس الليمون الأصفر أحلى وبدي نكهة الليمون أند هيربس بتاع ناندوس بالضبط. ده سر حياد ناندوس. اكتبوا لي في التعليقات لو بتحبوا وصفات زي دي. بعصر نص الليمونة وملعقة كبيرة من خل التفاح. أنا هنا استعملت الخل المولد فينيجر لأنه بديني طعم مميز. نص الليمونة عصرتها في الجك، وبعد كده الحياد بسيط جدا جدا وفي كل بيت. عندي ملعقتين كبار من زي زهرة الشمس، ملعقة كبيرة من الصلصة، الملح على ذوقكم. أنا ضفتها نص ملعقة كبيرة من ملح الصخري البمبدية، وملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من أوريغانو، ملعقة صغيرة من بابريكا، ملعقة صغيرة من اللي هو الريحان المجفف، ملعقة صغيرة من بهار التركي بيل بيبر اللي هو فلفل الأحمر، وملعقة صغيرة من بودرة التوم. يعني هو garlic lemon and herb بتاع ناندوس بالضبط. ده سر الوصفة. بمسك الهام بلندر وأخلطهم كده كويس، عشان طبعا عندي الأوريغانو والبازل مجفف عشان ينعموا كده معايا. الحياق خلاص جهز، حكب الحياق ده على الفيلي بتاع الجداد، وإحنا السودانيين بنقول جداد، وحخلي منه ملعقة كبيرة على جنب. لازم تخلوا ملعقة كبيرة على جنب، ودي حوريكم أنا ليه بخليها على جنب. بغطيه وبخليه في التلاجة مدة 4 ساعات، وكمان أفضل لمدة 24 ساعة. والقلاية الساندويتش ميكر دي طبعا فيها 3 ألواح، هستعمل حقة البانيني، وزي ما ذكرت أنتم ممكن تستعملوا الكانون، الفحم، القلاية الهوائية. وكانت الدنيا سخانة ولحت المروحة اللي بتشتغل بالـ USB. الحياق اللي احنا عملناه وخلينا منه ملعقة كبيرة بدهنه على العيش، وببتدي انه انا يعني اشوي العيش في الاول قبل ما ابتدي اشوي الجداد، عشان طبعا ما الخبط مع الجداد. بعد ما بشوي العيش، وانا كنت هنا مستعمل العيش اللي هو بتاع الاتراك، ممكن تستعمله بالمناسبة الفرنش بريد او اي عيش بتحبوه، ادهنوه من نفس الحياق دي، بيطلع رهيب جدا وصدقوني. دي مع اي مشاوي انا طوالي بخلي من الحياق وبدهن به العيش. هنا حجيب الفيليه بتاع الجداد وحشويه على البانيني. عشان الكمية بسيطة ما هياخد مني وقت أكتر من 10 دقائق. بقفل عليه البانيني وببتدي يطلع السوائل بتاعته. شايفين السوائل كيف؟ وهو حيستوي في السوائل بتاعته. ده صحي يمكن كمان وما بنشف زي ما بتعملوه في الفحم أو الكانون. بفتح عليه وبقلبه مرة أخرى، أو ما بيشرب كده كل السوائل بتاعته أنا بقلبه آخر مرة، ولأنه هو فيليه بتاع الجداد ما بياخد مدة طويلة. ولو ما عندكم زي الساندويش ميكر دي، ممكن تشوه على طوة عادية من غير إضافات حقة الزيت، يعني تسخنوا الطوة اللي بتكون ما بتلسك وتشو الفيليه. بصراحة الوصفة تستاهل تطلع إكسبلور وتصل 10 مليون لما تدعمونا باللايكات والتعليقات والشيرات. بصراحة رهيبة، وده سر حياد ناندوس، وأولادنا بحبوا ناندوس. وفر قروشكم واعملوه في البيت والفيليه أو بصدورة الجداد كاملة، بس الفيليه كمان أروع رهيب جدا. الله.